الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثامن، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقف اليوم مع الدرس 15، وهو أنواع المد اللازم، أنواع المد اللازم. وكنا قد أخذنا في الفصل الأول أنواع المد بشكل عام. أنواع المد ينقسم إلى قسمين رئيسيين: المد الطبيعي الأصلي والمد الفرعي. والمد الفرعي ينقسم إلى قسمين، إما بسبب الهمس وإما بسبب السكون. وكنا قد أخذنا بالفصل الأول أعزائي الطلاب المد الفرعي بسبب الهمس، المد المتصل والمد المنفصل، ويلحق به مد الصلة الكبرى. وفي هذا الدرس نتكلم عن المد الفرعي بسبب السكون، وينقسم بسبب السكون إلى قسمين رئيسيين: المد اللازم والمد العارض للسكون. والمد اللازم ينقسم إلى كلمي وحرفي، والكلمي والحرفي ينقسم إلى مثقل ومخفف. دعونا ننتبه إلى الآيات الكريمة في الجدول الآتي، وننتبه إلى الكلمات التي تحتها خط حتى نميز إن شاء الله تعالى أعزائي الطلاب المد اللازم الكلمي المخفف من المد اللازم الكلمي المثقل. يقول تعالى: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ويقول الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة. هذه المجموعة الأولى. وأما المجموعة الثانية يقول تعالى: الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لاحظوا أعزائي الطلاب المجموعة الأولى، الكلمات التي تحتها خط، بأنه جاء بعد حرف المد حرف ساكن سكون أصلي. أذكركم بحروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء. الألف الساكن مفتوح ما قبلها، والواو الساكن مضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها. انظروا إلى الواو في كلمة تأمروني. الواو هنا جاء بعدها حرف ساكن. أين الحرف الساكن؟ النون. النون هنا مشددة، أي حرفان، حرف ساكن وحرف متحرك. وفي المثال الثاني القاف، جاء بعد حرف المد الألف القاف، والقاف مشددة، أي القاف أصلها حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. أي جاء أعزائي الطلاب في المثال الأول في كلمة تأمروني، وفي المثال الثاني الحاقة جاء بعد حرف المد حرف مشدد مدغم، لذا يعد هذا مدا لازما كلميا مثقلا. وأما في المثال الثاني، انظروا أعزائي الطلاب على كلمة الآن، جاء بعد حرف المد الألف، بعد حرف المد جاء حرف ساكن سكون أصلي غير مشدد، حرف اللام، الآن غير مشدد، لذا يعد مدا لازما كلميا مخففا. هذا هو الفرق بين المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلمي المخفف. المد اللازم الكلمي المثقل يأتي بعد حرف المد حرف مشدد، وأما المد اللازم الكلمي المخفف ليأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكون أصلي غير مشدد أو غير مدغم. ومقدار المد، يمد المد اللازم بنوعيه سواء كان كلمي مثقل أو كلمي مخفف، يمد بمقدار 6 حركات. ثم في الصفحة التي تليها أعزائي الطلاب هناك آيات كريمة أو آيات كريمة من سورة مريم، نتلو هذه الآيات إن شاء الله تعالى. وأرجو من جميع الطلاب أن كل طالب يضع خط تحت الكلمات التي فيها مد كلمي مثقل ومد كلمي مخفف. ثم هناك جدول أعزائي الطلاب، أرجو من كل طالب إن شاء الله تعالى أن يضع خط تحت الكلمة التي فيها مد لازم ويضعها في الفراغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.